السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، الصحيحه ديالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فصفات امي امن ناجحه، نهار جديد ووصفه جديده على القناه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم كيفاش حضرت هاد الكريسات الرائعين اللي كيجيو خفاف وكيجيو هشاش وكيجيو رطبين، والاهم من ذلك انهم كيجيو لذاذ بزاف بزاف. غادي نضيفوا ليهم واحد المكون اللي كيعطيهم واحد اللذه لا تقاوم. ما غاديش نحتاجوا في هذا القرص ديالنا لا البيض ولا الزبده. بقوا معايا ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. غادي ندوزوا المكونات ان شاء الله اللي غادي نحتاج فيهم لواحد نص كاس ديال السكر سنيده، دائما القياس بكاس العنبه كنعطيه لكم. غادي نضيف لهم واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ولا الخميره الفوريه. غادي نضيف لهم جوج كيسان ديال الحليب اللي يكون دافي، ما تسخنوش الحليب لان الا كان الحليب سخون بزاف غادي ياثر على الخميره والعجين ديالنا ما غاديش تخمر معانا. غادي نحتاج لواحد نص كاس ديال نص كاس ديال الزيت النباتيه، وواحد المعلقه كبيره ديال الخل، اي نوع ديال الخل عندكم. كما كتعرفوا دائما الخل كيعطينا الهشاشه وكيعطينا الخفه للعجين ديالنا، سواء في البريوش ولا القرص ولا البتيبان، المهم كاع الانواع ديال العجائن كي عنده واحد الدور في الخفه ديال العجين ديالنا. غادي نضيف هاد كيف ما شفتوني خلطت هذيك الخميره حتى ذابت مع السكر، ضفت ليهم هاد نص كاس ديال الزيت وعاوتاني خلطت العناصر مع بعضياتهم مزيان. غادي نضيف ليهم هنا واحد القياس ديال معلقه صغيره ديال الملحه، ودائما الملحه راه كتبقى على حسب شحال درتو ديال الدقيق، الكميه ديال الدقيق. غادي نضيف الدقيق هنايا، بالنسبه للدقيق غادي نحتاج الخمسة ديال الكؤوس ديال الدقيق الفورس ولا الفرينه ولا الدقيق الابيض كيف ما كتشوفوا. احتاجيت الخمسة، ودائما كنعبر يعني بالكاس في المعلقه باش كتعطي كنعبر بالمعلقه في الكاس باش كناخذ ديك العبار ديال 100 غرام في كل كاس. كنخلط العجين ديالي كيف ما كتشوفوا، غير يعني بواحد البساطه، ما كنحتاج انني ندلكو ولا، غير كنخلطو هكا. هنا غادي نضيف المكون اللي قلت لكم عليه اللي كيعطينا واحد اللذه زوينه لهاد الكريسات، وكيعطينا حتى اللون، وكيجيو معنا هاد الكريسات لذاذ لذاذ بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وغادي تردوا عليا ان شاء الله الا جربتوهم، كيجي واحد النسمه وواحد اللذه فهاد الكريسات رائعه. غادي نحتاج كيما قلت لكم هذا المكون اللي هو لا كريب باتيسير، غادي نحتاج منه جوج ديال المعالق كبار ديال هاد لا كريب باتيسير كيف ما كتشوفوا، وغادي نعاود نخلطهم مع الخليط ديالي حتى كيندمجوا ليا مزيان كيف ما كتشوفوا. ما كيبقاش يعني الدقيق ما كيبقاش كيبان لينا، وكنحصلوا على واحد العجين كيف ما كتشوفوا خفيفه بزاف كتلصق في اليدين. هذا هو القوام اللي غادي نحتاجو ليه، العجينه ديالنا كتكون كتلصق وخفيفه بزاف باش كيجيو معنا هاد الكريسات خفاف وهشاش ورائعين. غادي نغطي على العجينه ديالي وغادي نخليها تخمر، خليوها تخمر مزيان. دائما كنقول لكم الا بغيتو البريوش ديالكم ينجح معكم العجينه تكون خامره مزيان، ها نتوما كيف ما كتشوفوها يعني تضاعف الحجم ديالها خمرات مزيان. غادي ندوزو دابا ان شاء الله نشكلوها. غادي ندهنو يدينا بالزيت لانها هي العجين كما كتعرفوا راه كتلصق، باش نساعدو يعني باش ما تلصقش معنا العجينه ندهنو يدينا بالزيت ونخدمو العجين ديالنا. من قبل انا غادي ناخذ الطاوله اللي غادي تدخل ليا الفران، يعني مباشره غادي نحط فيها هاد الكريسات، غادي نحاول ندهنها بالزيت. حطيت فيها انا الورق ودهنتها بالزيت لان العجينه خفيفه معنا، دهنوها بالزيت، ديروا الورق دهنوها بالزيت ولا ديروا مباشره الزيت في الطاوه، المهم باش ما تلصقش معكم. كندوزو كنشكلوا العجين ديالنا، كنشكلوها الكويرات هكا الحجم ديالهم اللي كيكون ما صغيرش بزاف متوسط على العموم،
كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. ما غاديش نقرصهم، غادي نخليهم هكا كويرات كيف ما حطيتهم، نخليهم يخمروا المره الثانيه ان شاء الله. من بعد ما يخمروا كيف ما شفتوا تضاعف الحجم ديالهم، غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي ندهنوهم. عندي هنايا واحد صفر ديال البيضه، غادي نخفو بشويه ديال الحليب وندهن هاد الكريسات ديالي. ولكن في الطريقه ديال الدهين دائما حاولوا ديك الشيته ما تفرصيوش عليها باش ما تهبط لكمش يعني العجينه، غير بشويه هكا دهنوهم. غنستعمر في الدهن ديالهم حتى نساليهم كلهم ان شاء الله. وغادي ندوز نزينهم بشويه ديال اللوز ايفيلي هنايا، هذا اختياري الا بغيتو تزينو باي حاجه، بغيتو تزينو باللوز ايفيلي الكاوكاو، بغيتو تزينو بالزنجلان، المهم كيبقى تزين من اختياركم. انا اختاريت هنايا كان عندي ديجا هاد اللوز وزينت به. بالنسبه للفران غادي ندوزو للفران اللي شعلته على درجه ديال الحراره 170 درجه من التحت ومن الفوق، وغادي نحط هاد الكريسات ديالي في الوسط ديال الفران حتى كيطيبوا على خاطرهم، يعني نقللوا الفران نخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم. الا كان عندكم الفران يعني الفران ديال الغاز اللي غير كيشعل من التحت ومن بعد من الفوق، كتشعلوا له على اقصى درجه حتى كيبداو حتى كيتنفخوا بداو كيتحمروا من الجناب، عاد كتشعلوا ليهم من الفوق ويتحمروا وكتخرجوهم، وكيكونوا عطاونا واحد اللوين مذهب وغزال، كيكونوا تحمروا معنا وكيجيو رائعين، كيجيو خفاف، يستحقوا انهم يتجربوا. وكانوا هادو هما الكريسات ديالنا. ان شاء الله الا تبعتوا هاد الخطوات اكيد غادي يجيكم غزلان وغادي يجيكم زوينين وغادي ديروهم وتعاودوا ديروهم ان شاء الله. الى فيديو قادم ان شاء الله، ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم واللايكات ديالكم، وشكرا لكم.